السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم من المفروض أن نعمل فيديو كالعادة، ولكن مع الأسف وجدت أن القناة تم إغلاقها من طرف شركة اليوتيوب، وهذا أمر عادي ومعروف نعرفه احنا اللي على الفيسبوك أو على اليوتيوب، ديما نتعرض لعملية المنع من التعبير خاصة عندما ننقد الإسلام، على خاطر انتم تعرفوا للإسلام هو دين سلام ودين أمان ودين حب، فهمت؟ يعني هذاك علاش أي إنسان ينقد هذا الدين يعتبر إنسان مجرم وإنسان لا يحب الأمن ولا يحب السلام ولا يحب الإنسانية. هذه معناتها مسألة واضحة ومعروفة، هذاك علاش أي إنسان معناتها ينقد الإسلام ولا يتعرض للإسلام ولا يقول الإسلام به وعليه يعتبر إنسان عنصري وإنسان معناتها ما عندوش مخ وإنسان ما يحبش الخير للبشرية وإنسان عميل للمخابرات الصهيونية والمخابرات الأمريكية وهو عدو للبشرية. هذاك علاش معناتها أي إنسان يتعرض لهذا الدين معناتها يتم منعه بأي وسيلة، سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك بغلق حسابه، أو لو كان في الحقيقة والحياة والتقى أحد المسلمين اللي معناتها وجههم كله نور وإيمان وحب، فهمت؟ يتم قطع رأسه واللعب به معناتها كالكرة. هذا شيء عادي، فهمت؟ شيء عادي. ولكن هوني حبيت نقول ان غلق القناة ليس امر مهم. تغلق قناة افتح اثنين، تغلق حساب افتح ثلاث، فهمت؟ ولو حتى فهمت يتم غلق القناة كل يوم، انا افتح قناة اخرى وبح انا وانتوما والزمن طويل، فهمت؟ هذه مسألة واضحة، ومش انا برك، مش انا برك، وانما كل انسان، كل انسان يحب البشرية ويحب الإنسانية ويحب الوطن متاعه ويحب إنه يتقدم ويتطور ويحب إنه يكون حر ويحب يعيش، فهمت؟ يعيش، سوف يعمل نفس الشيء اللي قاعد نعمل فيه أنا. شنو هي الفايدة؟ شنو هي الفايدة واحد يعيش مع عباد بين معناتها مع عباد معناتها نجم نقولوا تحت مستوى الحيوان، لا أقول الإنسان وإنما الحيوان. صحيح نعرف اللي المسلمين ما همش يعرفوا شنو قاعدين يسبوا، فهمت؟ مضرة للبشرية ولأنفسهم. علاش؟ على خاطر هما موجودين في وسط الإسلام وما ينجموش يعرفوا شنو معناتها قاعدين يعملوا للبشرية. الإنسان، الإنسان كيكون في وسط حاشاكم قمة، فهمت؟ ما ينجمش يشم الريحة الخايبة والباهية، بالنسبة ليه القمة ريحتها بنينة، ولو تعطيه برفان ولا تعطيه عطر جميل، فهمت؟ سوف يقول لك مخي بريحته، وهذا شيء طبيعي. والإنسان اللي موجود في الظلام، فهمت؟ شيء طبيعي إنه ما يقدرش يشوف النور. والإنسان اللي موجود، فهمت؟ في الكره، فهمت؟ لا يمكن أن يعرف المحبة. والإنسان اللي مخه مغيب وعقله مغيب مهما كان مستواه، فهمت؟ ويؤمن بخرافات، فهمت؟ متوارثة عندها مئات السنين ويعتبرها حقيقة مطلقة، لا يمكن أن يعرف العلم ويعرف الحضارة ويعرف التطور. وهذا لاحظوه، يعني هذه مسألة معناتها ماهيش جديدة، فهمت؟ أنت كي تشوف واحدة لابسة ومغطية روحها وعايشة في عالم آخر حتى في وسط أوروبا، فهمت؟ وفي هذا القرن انت تفهم كل شيء. راهو مش مساله الحجاب او الغطاء اللي حطته على وجهها، اعرفوا راهو هذاك المظهر الخارجي موجود على العقل متاعها وعلى مخها يمنحها من التفكير، فهو حجاب داخلي يستر، فهمت؟ المخ متاعها ويخليه ما عادش يفكر كليا، ويستر على كل ما هو نور ومعرفه وعلم وحضاره وحب وخير للبشرية. إذا هذه الفيديو اللي عملتها توا هي فيديو قصيرة، حبيت نقول فيها
راهو أغلقوا 1000 مرة القناة أو الصفحات، فهمت؟ أنا نعاود نحلها، فهمت؟ عندي 20 سنة وأنا نحارب في هذه الجرثومة، ومش توا باش نوقف. إذا نحاول نعمل قناة أخرى، وسوف أعود إلى محاربة هذا الإجرام الذي هو إجرام ليس ضد الحضارة وضد الإنسانية فقط، وإنما إجرام ضد الكون كله، فهمت؟ الإسلام إجرام ضد الكون كله، فهو لا يحارب الإنسان فقط، وإنما يحارب الحيوان، ويحارب النبات، ويحارب التقدم وسنة الكون، فهمت؟ التجديدية التي موجودة حتى في بزوغ الشمس. شفت الشمس؟ الشمس كل يوم تبزغ شمس جديدة، بينما الإسلام يرفض كليا أي شيء تجديدي، وأي شيء تقدمي، وأي شيء حضاري. إذا سوف نواصل لمحاربة الإسلام، وأشكر كل من دعمني في تلك القناة، ونشر القناة، ونشر الفيديوهات، وسوف أعود بقوة وأكثر إيمان بأن هذا الدين يجب أن يحارب، ويجب أن ننقذ المسلم الذي هو ضحية هذا الدين من هذا الفكر الإجرامي القاتل المدمر للإنسان وللعقل وللحضارة. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.